الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالكرة المصغرة أو الميني فوت بالنسبة لمدينة القنيطرة، التاريخ ديالها كيبدأ في أواخر السبعينات، ويعني تقريبا من 75 والفوق، وبدات كتجربة أولى في مدينة القنيطرة في مؤسسة الملك سعيد، بحيث كنا يعني كنقراو تما، وكنا في إطار يعني الدرس ديال الرياضة كنا كنقومو ببعض المقابلات في الملاعب ديال الكرة اليد اللي كانت متواجدة في الوقت، لأن هاد كرة القدم كانت ممنوعة في المدرسة، حيث تقدر دير الهوم، دير الباسكت، دير ألعاب القوى إلى غير ذلك، ولكن الكرة كانت ممنوعة. ولكن وهنا لابد من نذكر واحد الرائد واللي كنعتبره أنا مؤسس، وهو الأستاذ المحترم موسيط صالح. كان مؤطر، كان أستاذ ديال الرياضة بجانب عبد الكريم مرقز جوحي الله يرحمه، كوخبار، دباخ، وبوجمع بالخريف، حاج بوجمع اللي كان يلتحق بالتأطير في مؤسسة الملك السعدي. وكنا احنا مجموعة من تلاميذ أو طلبة يعني مولعين بكرة القدم. ديك الساعة كانت النادي القنيطري كتسعى باش تطلع للقسم الوطني الأول في التجربة ديالها الأولى ديال السبعينات. كنا احنا مجموعة مولعين بكرة القدم وخصنا نلعبو، فمادام ما عندناش الوقت كنا كنستعملو هذيك الساعة ديال الدراسة في كرة القدم، ولكن بدعم من السي موسيط صالح الله يذكره بخير، حيث انه كانت معارضة من واحد الجانب ديال المؤطرين على رأسهم عبد الكريم مرقز وجوحي الله يرحمه، لانه كان كيدير الباسكيت، وبالتالي هادو ناس كانوا يعني كينتقدوا مبسط على هاد العملية اللي كيقوم بها معنا حنايا في إطار الحصص الرياضية ديالنا ديال استعمال الزمن. كنا كنزاولوا يعني مقابلات في عبد الملك السعدي، وبالتالي تفتحات قدامنا آفاق ديال علاش ما نلعبوش في أي مؤسسة فيها ملعب ديال الهوند، حيت ديك الساعة كانت مؤسسات بدات كدير ملاعب وكدير يعني المنشآت الرياضية داخل المؤسسة التعليمية. وبدينا كنحاولوا من عبد الملك السعدي، مشينا درنا مقابلات في محمد الخامس، درناهم في عبد الرحمن الناصر، درناهم في واحد العدد ديال المؤسسات، بحيث انه الملاعب كاينه ديال كرة اليد، فكنا كن ولكن الاساس هو الملك السعدي، بحيث يعني بقينا حتى داك الشيء يعني خضى المكانة ديالو، صبحات عندنا يعني ضرورة ماشي غير نشوى ولا شي حاجة، ولينا خصنا لابد من اللعب. في هذا الوقت هذا
لا في هذا الإطار. فالمقابلات كيفاش جاو؟ يعني كنا إما إحنا هذوك المجموعة ديال الطلبة أو إخوان ديالي اللي كانوا حتى هما طلبة وداك الشيء، كنديروا فريق سميناه دومو، يعني فيه كاين عبد العالي دومو، مصطفى دومو، الحمد لله من قلت انا العربي دومو، عمر دومو، حكيم دومو، بحيث حكيم كان حارس المرمى، بدا كحارس مرمى، ومن بعد صبح كيزاول كوسط الدفاع. فهذا التاريخ، وهذاك مبسط كان خصو يلقى لينا فروق اللي تلعب ضدنا في الاعياد او السبت والحد ملي ما كيكون ما يدار. فكنا بقرب بحكم انه ساكن قريب كنتصلوا به وكنقولوا ليه في اي وقت بغينا نلعب. فمبسط بعض الخطرات باش ما يتعذرش عليه ويقول لك اودي ما يمكنش، كان هو استاذ ديال الرياضه وفي نفس الوقت مدرب ديال فريق ديال كره اليد. فاسهل حاجه هي كيجمع لنا هذاك فريق ديال كره اليد اللي كنلعبوا ضده. كان فيه السردي البهلول، وكان فيه البهلول، اللي البهلول بحكم مقابلات اللي دار ضدنا شافوا السي محمد خويا الله يرحمه واستدعاه النادي القنيطري، وراه الجمهور القنيطري كيعرف شكون هو بهلول وشنو هي المسيره ديالو في كره القدم. فهذا هو الاطار علاش كنا كنلعبوا مع كره اليد. كره اليد مبسط مدرب ديالو ومبسط حنايا مصدعينو، يعني كنلعبوا حتى ثلاثه اربعه المرات في الاسبوع والاعياد، وهو كان رهن الاشاره كصديق، وبالتالي كان كيسهل علينا الماموريه وكيجمع علينا هاد الفرقه اللي هي تحت يديه وكنلعبوا في اي وقت. هذه وحده. الثانيه المؤطرين، مما من ضمنهم جوحي الله يرحمه هذاك مرقس، حتى هما يعني دوروا ظهرهم او وجههم علينا حتى عيال، ولكن كانوا نوبانوفو كيلتحقوا وكنلعبوا ضد المقطرين بما فيهم كوخبار، بوجمعه، مرقز، جوحيد، مبسط، وكنا كنقوموا بمقابلات. المهم هذا هو البدايه في مدينه القنيطره ديال الاشاره. كنا كنستدعيو واحد اللعابه ديال كراك منهم رشيد كنزي، هذاك كيتقن الكرة المصغرة ولعب معنا في هذاك الملعب إما ضد المقطرين أو ضد الفريق ديالهم، كان كيلعب معنا حنايا في غياب عمر خويا أو واحد في الدراري كيكون إما مشى للقراية ولا لشي يقضي شي حاجة من الحوايج ديالو كيكون غايب، كان كيلعب معنا هو، لعب معنا بن عزوز، إبراهيم بن عزوز كان حتى هو يلتحق بنا، لعب معنا البوساتي في الميني فوت، حتى هو كان نوبا نوبا، لا كان شي عيد ولا لا كان شي روبو ولا هذا ديال الكاك كيدير معنا شي بركة، لعب معنا حمامة، لعب جمال، لعب خليفة، المهم لعب عبد الكريم، عبد الكريم الجناح الايسر ديال هذاك لعب معنا حتى هو. مهم كل خطره كتكمل بواحد، لعب معنا كعلال لوستوبر اللي سميتو هو، كان في الكراك ان ستوبر كان كيقرا مع مصطفى خويا حتى هو، ما نقلش على السميه، المهم حتى هو لعب. المهم مجموعة من اللعابة كنا كنطعمو بهم وكيجيو باش كنديرو شي شوية ديال 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 لومبيونس
وسيد. بون الور تخلقات هاد صبح يعني صبحات كره الكره ديال الميني فوت عندنا في الدم. بحكم عاود السكن اللي عندنا كنا ساكنين حدا التيران دو باسكت، وهذاك التيران دو باسكت الشباب والرياضه زادت فيه واحد الملعب ديال الهوند اللي هو حدا الباب ديال الدار. مصطفى خويا اكتشف بانه واحد النهار كنا مجموعين تا قالك اودي علاش ما نوضوش نلعبو، كنا نمشيو لعب الملك سعدي. قالك لا، عند الملك سعدي راه الارضيه ديالو شويه حرشه واعره، علاش ما تنوضوش معايا تشوفوها انتما حدا الدار راه الشبيبه والرياضه دار. قالي حنا ماشي نجاش. قالك ونوضو تشوفو. مشينا شفنا الارضيه لقيناها مزيانه، هو ملعب ديال الهوند وفي نفس الوقت ديال الكره الطائره، بحيث داك الوسط رطب ملس وبالتالي الجناب شويه حرشين، مي بعدا كاين هذاك الوسط كتقدر الا طحتي ولا هذا وهذا كاينه السهوله ديال اللعب فيه. فنضنا مشينا جربناه، عيطنا عاوتاني الموصل قال لك واش عبد الملك السعدي؟ قلنا ليه لا، غادي تجي عندنا حنا لهذا. جاب هذيك الفريق ديالو ودخلنا ودشنا هذاك الفريق. بون ما كانوش الشباكي، فلي بوطو كاينين من الشباكي ما كاينينش، مشينا شريناهم قديناهم ودرنا واحد المقابله اولى. صباح بحكم انه قريب الدار تزادت عندنا القابليه ويعني والحب ديال المزاوله ديال الكره، وبدينا كنقوموا بمقابلات اسبوعيه. من بعد ولاد الدرب فيما يتعلق واحد الانسان الثاني من بعد موسيت اللي غادي يزيد يعطي دعم لانجاح هذه التجربه هو بالمليح. تيراه هو قرب ليه منا حنا، حنا كاينين شي ثلاثه ديور بعد منا ابعد، حنا هاد الجهه هو قريب له. محمد من ولاد الدرب كنا كنجتمعوا قالنا ودي علاش ما تلعبوش مع الدراري الباسكت، حيت طيران الباسكت والدار هذاك الطيران ديال سميتو. قلنا ليه كيفاش شكون هما؟ قال لك انا راه كندير الباسكت، كنمشي كنتمرن مع الدراري، راه كاين بن خدوش، كاين التامي، كاين واحد مجموعه ديال الدراري اللي هما قال لك راهم في الباسكت وراهم مجموعين، نجيبهم ليكم لعبوا ضدهم. هادو هما لو نويو دو النواة ديال لافيلوت، هما هاد الدراري. ايه نصي اخو واحد حموشي ولا حموش؟ حدوشي ولا حموشي؟ حموش ولا حموشي؟ حموشي حتى هو واحد الطويل. هادو اجتمعوا وجا عندنا محمد بالمليح، وحنا تبارك الله وصلاح النبي ديما مجموعين كاخوان، حكيم حارس مصطفى عبد العالي عربي عمر كنكونوا مجموعين. نضنا مشينا لعبنا ضد لافيلود، بدينا كل اسبوع كنلعبوا ضد لافيلود. الطيران محلول، الناس كتفرج، شكون الاخوان اللي جاو كيتفرجوا؟ العماله القديمه شافونا. الطيران كان خاوي الا لا كان فيه الهوند، ومن غير داكشي كنكونوا غير حنا. فاذا به بدينا نوبا نوبا كنمشيو، ولينا كنلقاو شي اخوان سابقيننا شافونا وحتى هما لاعبين، ولينا كناخذوا من بعدهم او كناخذوا من قبلهم، المهم او كناخذوا النهار اللي من قبل ولا من بعد. وبدات كتكون من هنا جات الفكره ديال لافيلوت دومو. هاد دومو زلاي الله يرحمه
كان سمانا شافنا كنلعبوا وشافنا ديما مجموعين ولاعبين سمانا قال لنا ديروا دومو اف سي فوتبول كلوب. قلنا لهم سيدي دومو اف سي لا فيلوت العماله علاش ما نديروش تورنوا هذاك مصطفى خويا ومحمد بالمليح كانت عندهم هذه الفكره. قلت لهم اودي انا تورنوا ديال ثلاثه ما يمكنش زيدوا فرقه. قال لك شكون؟ قلت لهم زيدوا مبسيط مع الهوند. وجمعنا درنا اول تورنوا فيه هاد اربعه ديال الفراقي ولعبنا وهذا هادشي الناس كيشوفوا الخبار كتهدا وبقات غاديه. في نفس السنه ونفس السياق جلسنا مع بعضياتنا قلنا اجي علاش ما نديروش ان تورنوا في رمضان. سيتي لو برومي تورنوا في رمضان وكان في 1981 برومي تورنوا في رمضان. قلنا غادي نديرو اجتمعنا محمد بن المليح عاد ولا قلت انا مصطفى خويا عبد العالي خويا كان حتى عمر الله يرحمه عبد الكبير خياطي الله يذكره بخير ابراهيم بوشي اجتمعنا وقلنا غادي نديرو وعيطنا للدراري ديال لا فيلوت وقلنا غادي نديرو برومي تورنو. قال لك نبدا نخص الفراقي. قلنا ما كاين حتى شي مشكل. قلت لهم انا واخذوا الفراقي قلنا موبسيط وفرقتو قلنا تورنوا سميتو لا فيلوت العماله اف سي دومو وبدينا كنقبوا. ف كان في ديك الوقت تقريبا سنه ولا داكشي بديت انا كنرجع للفراقي اللي كنا لعبنا معاهم او ضدهم في عبد الملك السعدي. فتفكرت في فرقه ديال مشيش فاروق. فاروق كان كيجي فاروق كيجي مع هنيت تسي محمد الزيزي بقى كيلعب شويه او لما كيلعبش ولكن فاروق كان كيجيب معاه المرابط خالد السباعي المهم والمجموعه ديال هذا فاروق. قلت انا نعيط له عيطنا لفاروق قال لك نجي قال لك قيدوني. ضمن الفروق عاود اللي كنا لعبنا معاهم كان البوساتي جاب لنا واحد النهار الحياه الصغيره اللي هي من دار الشباب من دار الشباب و عيطنا للبوساتي وقلنا له شوف الحياه وجات الحياه قال لك اسيدي قيدوني اللعب. كان ولا بدا لي ما نذكر هذا من المؤسسين حتى هو اذا مبسيط صالح بالمليح محمد والثالث وهو حميد المضايس ولد بن عمر ولد القنيطرة ولد السينما ريال درب افكا تربى معانا ولدنا حتى هو ديك الساعة هو اللي عنده هو اللي عنده وكان كيجيب حتى هو لينا فرقة نوبة نوبة نلعبو معاها اسمها الوطنية. دونك الوطنية فيها بوزير فيها جيجي محمد فيها واحد المجموعة اللعابة مزيانين بقينا حتى بيري فيها المهم واحد الدراري ما نقدرش نعقل لك على كل شيء مي هادو يعني العناصر حتى هو قلنا لي قال لك سيدي نجي ايوا الفكرة يعني دونك ملي غادي سميتو قلنا بون عمالة لا فيلوت دومو الحياة الصغيرة فرقة ديال الهوند ديال موبسيط مشيش اسمها وطنية بزاز باقي خبازات وديور سنيك هي اجاكس اللي غادي يجيب السي جامعي ومعاه عبد الله شينوي هذيك فرقته حتى هي قال لك اسيدي نساهموا اللي عيطنا لهم قال لك نساهموا اذا هذيك راه شاده خبازه والبيضاء و
وديرو صنيعك والبيدونسي هذيك فرقات مع جاكس هي ديال الجامعي جامعي كسك بديرو صنيع دونك هذيك هي فرقتهم هو هذه حتى هي انا قلت هذيك الحياه الصغيره دونك هذه مجموعه من الفروق وصدقتها شي 10 ولا 12 فرقه لما نسيت لك شي حاجه المهم شنو هي الفرقه الاخرى لا سيتي كاين لا سيتي وي وكاينه فرقه اخرى مهمه بزاف وكان يعني نسلم عليهم من هذا المنبر وكنقول لهم يعني تبارك الله عليهم وهي شو الدرب هذاك تاع ورا فرقه مهمه كتعرف دار بام بام تاع دار اطلس 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 دار معروف ولاد المعروف هادوك في الكوره ديال مصغره يعني ترفع لهم القبعه قلت عليهم هادوك كواري صالح الدين مراد تبارك الله وصلى النبي عليهم دونك هادو انا نعطيك يعني منين ناض هادشي اذا الاطلس معروفي وهذا 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 الرياض مضاهيس حامد بن عمر شد ليك جردة القاضي والسينما رياض ومشى للحرية جامعي شد ليك خبازة ودور هذا ومشى لهذا اذا هذه الحياه شدت لك دار الشباب ومشاو حتى لعند مصطفى دوغيا حتى مصطفى دوغيا راه دار فرقه وين العام ضاق ولكن هذاك العام كان مع الحياه كان كيساند الحياه وداك الشيء بو اذا ها ها القنيطره باش نوريك كيفاش تفرقات اللي ما كانوش داروا فرقه هي المدينه القديمه فين كان فين كاين الملاح ملاح هادوك ما داروش فرقه كان فيهم ديك الساعه كان نوارات كيلعب معانا مصطفى ولا خوه اجتمعنا عندنا في الدار ودرنا البرومي تورنوا ديال ميني فوت في قنيطره في هذاك الملعب ديال لا فيلوت بحضور هاد الفرق كاملة و عينا الحكام عينا كل شيء كانوا ك يعني لجنة صاهرة على هاد الشيء واحد المجموعة من اللاعبين منهم بوجمعة بن خريف كان معاه يعني بوجمعة بن خريف كان براين بوشي جوج يعني ومن غير ابراهيم شكون اللي كان كاين شي عبد الكبير خياطي كان هو في اللجنه ديال التسيير ديال هذا التورنوا المهم هادو نلقى الديوانه الديوانه حتى هي كاينه كان حسن حسن يجوت حسن سبوت كان حتى الديوان انا قلت لك المهم ملي تكونت الفكره وفتنا واحد 8 يعني جات تصميت المهم ولعبنا هذاك لو تورنوا وفزنا به هنا فزت به دومو اف سي اول تورنوا كنا بقينا في النهايه مع العماله وكنا يعني درنا 3-3 الأشواط الإضافية وقرب الفطور وكان بوجمعة هو اللي بن خريف هو اللي مترأس للجنة ديال الزمن الكاودي دابا قرب الفطور ودرتو 3-3 كاين جوج الحوايج إما غنحتاكمو المقابلات اللي قبل وحنا كنا لعبنا مع العمالة في الزيليميناتوار غلبناها 4-0 ولكن صعبت علينا في الفينال تقل يعني مع الجمهور هي قريبه وحضر عندهم جمهور كثير كانوا يعني زيروا معنا الطرح فاسمه احنا مزيانين ولكن هذاك النهار هما كانوا حتى هما مزيانين ودرنا معهم 3-3
كان مصطفى خويا مارك البيتات على الدرنيير سكوند، يعني داك الشيء ديال مقابله ديال الموت. قال لك واش معايا ودي ما بقاش الوقت فينا، الله يرضي عليكم غادي نديروا الفلس. كاين جمهور بزاف كي غدير لهاد الفلس. بوج ما قال كتعطيوني لي دو كابيتان، هو بحكم انه خبير وحاضر الفلس مع تونس هو داكشي. قال لك انا عطيوني لي دو كابيتان وغنمشيو للتيران ديال الباسكت نسدو الباب وغنديروا الفلس ليه، واللي رابح غنقولوا اللي رابح وصافي. فعلا مشيت معاه انا وعطاونا وقيله الحسن حسن الحسن ديالهم هذاك الولد، ومشينا انا وياه ودرنا بوج مع الفلس. جات فيا انا ربحنا، هي هذيك علمنا على الرباح ديالنا، تسالمنا معاهم مشينا في حالتنا. هذيك هي البرومي تورنوا دو ميني فوت ديال هذيك السنه. العام الاخر وقع لنا مشكل بغينا نديروها، ولكن تعدد ديال كثروا الفروق ما عندكش كي غدير عينا من هذا ما. وحنا كفريق تفرقنا، مصطفى مشى لندن، عمر حتى هو كان يمكن تعين شي مكان، المهم ما كانش موجود. الور انا كنت بحكم انني خدام في لاراك، طلبوا مني باش ندير فرقه في لاراك. عبد العالي كان جات خداتو الوطنيه، والعام الثاني لعبنا مفرقين حنايا هذاك البرومي كلوب ديالنا، كل واحد الجول ما نعرفش شكون دات وقيله الوطنيه. المهم وعبد العالي اللي دا الدوزيام تورنوا دا عبد العالي دا ميور جوور ودا لو شامبيون ديال هذا عبد العالي. ايوا بقات كل سنه كتعاد دخلوا الاخوان، كنبقى اللي مكلفينو حنا بهذاك لو تورنوا هو حميد بن عمر، هو اللي مكلف بالميني فوت. حتى واحد ما كيتجرا ولا هذه بحكم انه هادشي غير حبي وبانه غير يعني عفوي، حتى واحد ما كيتجرا ولا هذه ولا هذه. كانت يعني اللعب من اجل المتعه، ما كاين لا مصالح ولا حتى شي حاجه ولا هذه. وكان هو قايم بهذا المهمة ديال لي تورنوا وهادي، مشينا في هاد التوجه. اللي دخل على الخط هو جامي، هو اللي أصبح كيقوم بهاد الدور مزيان. عمر الساحة مزيان، بحيث حنا ما مساليينش وما عندناش الوقت باش غتبقى مقابل هادشي وهذا. هو الله يجازيه بخير دخل زعما باش يعوض أولا هذاك بن عمر، لأنه هو اللي كان حميد كان صعيب ومع مزيان معانا حنا، دونك كان متمكن من شغله. وتوفى، ملي توفى وكاين اخوان ضمنهم السي جامع، قلنا علاش لا. وخاصة حنايا بعدنا وغادي كتبعدك الوقت، ومشيتي التمارين ديالك، مشيتي لخدمتك، مشيتي الامور، كل واحد فين مشى. وقلنا الله هو والقنيطرة يعني ظريف، حتى هو كان ملي كنبغيو نلعبو كنعيطو ليه، كيوجد فريقة وكان جاب لنا الفرقة ديالو. حتى كنا بغينا نلعبو ضد القبيلة ديالنا في سرعنا، كانوا خصنا اللعابة وعيطنا له وخد السيارة وهزهم وجاب الدراري لتما للقلعة ولعب معنا ضد هذوك الإخوان ديال القبيلة. المهم صبح كيقوم بنفس الدور اللي كان قام به موصيت في الأول، واللي كان قام فيه بما بعد بالمليح، واللي كان قام به بما بعد بن عمر. بقات القضية عند السي جامع الله يجازيه بخير، حنا شفنا منو الخير. هنا جات أجاكس. أجاكس راه ساهم بها العام الأول،
وقع شاد فاجاكس سي جميل. أجاكس دخلت لها الوطنية مرة الأولى كانوا عحي فيهم عبد الله الشينوي كيلعبوا معاهم شي دراري من دراري عاديين زعما ماشي الوطنية دمجت في أجاكس هي أجاكس صبحات هي أجاكس بحيث أنا كنعرف اسمه هو جيجي وبوزاد كانوا كيلعبوا في وطنية ولعبوا مع بلالي في الوطنية ومع الحوات حيت الحوات هو هذاك العام لعب مع سميتو ولكن من بعد ولاو فاجاك مع جامي إذن شكون اللي جا عند الآخر فهمتيني هادشي اللي بان ليا ما أجاكس كان في الأول كي غنبداو بروميي تورنوا أجاكس عند الجامي ونسمي أجاكس بيدانسي ديور سميات كاين هاد السمية كاين وفيها جامعي عبد الله الشينو ربما لعب معاه حتى المرابط عبد الواحد كنظن المهم كانت هذه هي بحكم مؤسسة ديال المرابط اللي كاينة في حدا الاتحاد المهم ها المهم بداو ولكن من بعد الوطنية صدقات هي لو نوايو دور ديال أجاكس ما بقاتش الوطنية ما بقاتش فهمتيني ما بقاتش وطنية ديسبارات وبقات أجاكس هي اللي زادت صحاحت وداكشي وبقى شاد في أجاكس شو نقول لك يعني هذه تجربة رائعة وكيشرفنا احنا الوصول اللي وصلت لكرة القدم المصرية وخاصة ملي كتشوف هشام الدقيل ولد القنيطرة وكيعرفنا كاملين وتفرج فينا وإذن راه خدا شي حاجة فهمت خدا المشعل من عندنا على أساس أنه الآن كي نور به المغرب كامل فما يكون ممكن إلا يكون يعني هذا ممكن إلا يكون تشريف كاع الإخوان اللي ذكرت لي وتشريف العائلة اللي من غير الكرة يعني العادية كرة القدم العادية اللي يعني أدت فيها فاتورة كبيرة وكل كيعرف على طريق السي محمد خويا وكل ما قام به في إطار النادي القنيطري فحتى احنا كيشرفنا أننا نساهمه ولو أنه في الأول احنا بغينا عن تمتعه ما فراسنا حتى شي حاجة وما كناش عارفين بأنه هذاك الشيء اللي غادي نديرو حنا هذيك الساعة غيوصل الآن ليتوانيا أو غيوصل لكأس العالم فشرف كبير وخاصة ملي كنسمع هنايا بأنه مدينة القنيطرة هي الرائدة ومدينة القنيطرة هي القاطرة ومدينة فما يمكن إلا تحس بأنك عطيتي شي حاجة أو درتي شي حاجة في هذا الإطار المغرب اللي كيبقى بلادنا وكانوا غيوها كلمة أخيرة كنشكرك أولا بزاف لأنك ما محرككش نتايا يعني الجانب المهني أكثر ما محركك الحرقة على مدينة القنيطرة وكثر ما محركك الماضي والعصر الذهبي ديال مدينة القنيطرة ولكن كما كيقولوا الناس يعني الفرق الكبرى تمرض ولا تموت
النادي القنيطري باقي ان شاء الله مستقبل غادي يعاون كيقولوا يخلق من الرماد ديالو ان شاء الله. انت غيخلق من الرماد ديالو لانه مادام كاين تاريخ فولادو ما غيمكنش يعني ينساو التاريخ ديالهم. وبالتالي لابد انا امل ديالي كبير انه النادي القنيطري غادي يرجع وغادي ان شاء الله يعمر الساحة ويقوم بالدور ديالو كما كان في الماضي. وفي الانتظار فما كاينش فراغ، الحمد لله على الكرة المصغرة أصبحت يعني هي المرجع ديال مدينة القنيطرة، وبالتالي الكل يتكلم على الكرة المصغرة. المغرب كله يعني كنشوف دابا المقابلات اللي كيقوم بها الفريق الوطني ديال الكرة المصغرة فهي لا تقل أهمية على المقابلات. داك النهار فاش كانوا لي ماتش كونتر البرازيل كونتر الأرجنتين هنا في الدار البيضاء، يعني المقاهي عن آخره كلشي عام والزنقة خاوية على ضوء المقابلات اللي تلعبوا هذا الأسبوع ديال الرجاء وديال الوداد. كلشي كيتفرج فهذه كما قلت لك شرف كبير لينا حنا القنيطريين، وخاصة أننا حنا كنا يعني هما المؤسسين، وفخر كبير لينا. وبالتالي كنشكركم وخاصة انت والإخوان كاملين اللي باقين حاضرين في المدينة وباقين محافظين على هذاك الرصيد ديال يعني النجاحات، واللي باقين يعني رغم الحالة الراهنة ولكن ملي كتلقى بقنيطرة كتلقاه فخور وكتلقاه يعني شخصية، عنده الشخصية ديالو، عنده الهوية ديالو، تعطاتو واحد لاضيان في الماضي باقي محافظ عليها، وهي اللي أنا مآمن بها باقا غتعطي في المستقبل نادي قنيطري إن شاء الله الرجالات ديالو. والله يعطينا غير الصحة وطول العمر.